مرحبا بكل متابعي أورينت وأورينت بلاس على منصات التواصل الاجتماعي. رح كون معكم أنا اليوم بفولو أب لنتابع أهم الأخبار المتداولة واللي أنتم أكيد بتهمكم على وسائل التواصل الاجتماعي. ضجت منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثق لحظة مقتل رجل يدعى ساري الوردات في محافظة الرمثة شمال العاصمة الأردنية عمان برصاصة طائشة بعد ما أطلق عليه النار احتفالا بخروجه من السجن، ولكن للأسف الرصاصة اجت فيه بالغلط وتوفى. لنشاهد الفيديو. وبعد انتشار المقطع الأخير أوضحت مصادر أردنية بأن السيد ساري الوردات لقى حتفه فورا عقب إصابته برصاصة قرب رأسه، حيث كان قريبه أنهى إطلاق العيارات النارية واعتقد بأنه سلاحه فارغ من الرصاصات، ولكن للأسف ليتفاجأ بوجود رصاصة انطلقت باتجاه الوردات اللي سقط مخشيا عليه، فيما علق المغردون على هذه الحادثة مستنكرين الفعل اللي قام فيه قريب القتيل، وهذه الظاهرة المنتشرة في الدول العربية. خلونا نشوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي شو علقوا. الشيخ علق وقال على تويتر: هاك استلم هذا الاستهتار والتصرفات المنفلتة الغير موزونة لما يعول أهل الرجل عم يفرحوا بخروجه من السجن فقتله غبي في باب بيته، ما هذا الانفلات وما هذه التصرفات الصبيانية. أما أيضا تعليق آخر فكان أيضا من دي 900 يلي قال سبحان الله كان مقدر له يموت بهالطريقة، طلع من السجن للقتل، وهل هي التصرفات بالمجتمعات الشرقية هي فقط بسبب قلة الوعي وعدم دراسة كيف تتعامل مع أحزانك وأفراحك وضبط النفس أيضا؟ أما رأي آخر بهذا الموضوع فكان أيضا من محمد براك، فقال لا تتفلسف بمسك السلاح وأنت عمرك ما ذبحت دجاجة، هي نهايته، تسوون روحكم رامبو وأنتو شيبو. وبالانتقال هلأ إلى أكثر مقاطع الفيديو تداولا على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لطفلة تركية تبكي بحرقة لحظة رؤيتها لوالدتها بعد غياب دام لمدة شهر كامل بسبب العمل اللي هي بتشتغل فيه الوالدتها وهو القطاع الصحي في أزمة فيروس كورونا. لنتابع. Gördün mü? Sürprizi gördün mü? Sürprizi gördün mü? Annem niye ağlıyorsun? Annem niye ağlıyorsun? تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا المقطع يلي شاهدناه، وعلق العديد منهم على هي اللحظات المؤثرة، وأبرز التعليقات كانت بداية من رياض عماد الهمداني يلي قال ما هو شرط أنه تكون الفرحة بالابتسامة بس والضحكة، قد معبر عن الفرحة نادرا بالصمت، وذلك لعظم الفرحة أحيانا يكون التعبير عن الفرحة بالدموع، كما هو حال الطفلة بلقاء بوالدتها. حفظ الله أمهاتنا وأبائنا ورزقنا وإياهم وإياكم برهم. أما أيضا كمان خلونا نشوف تعليق آخر فكان من إبراهيم عبدو يلي قال فيروس كورونا صار قاسي كتير علينا لدرجة أنه خلانا نبكي بحرقة في مواقف كتيرة، مو بس بسبب الإصابة فحسب إنما بما تركه من مواقف كحال هذه الطفلة. أما أيضا تعليق آخر فكان من رأفت ندى يلي قال تتداخل المشاعر وأحاسيس لهفة اللقاء في عناق فرحة وبسمة
مغلفة بالدموع والعتاب والاعتذار، وهذا فعلا ما شاهدناه بالفيديو الأخير. أما أمريكان نور الدين يلي قال كان الله في عونكم أيها الأبطال، مشهد مؤلم حقا، بيستحقوا كل هالتقدير وضحوا بأبنائهم مشاننا، حفظ الله أو حفظكم الله ورعاكم أنه ترجعوا لأبنائكم غانمين سالمين. وأكيد تحية لكل الطاقم الطبي في جميع أنحاء العالم واللي عم يبذلوا جهد واسع جدا لمعالجة مصابي فيروس كورونا على حساب راحتهم وأهلهم. إلى موضوع آخر لننتقل إلى ميشيل دعبول. ميشيل دعبول هو شاب سوري حائز على عدة ميداليات عالمية في رياضة كمال الأجسام كما نشاهد في الصورة، وهو مقيم في بريطانيا. روى من خلال مقطع فيديو شاركه على حسابه على الفيسبوك عن تجربته مع فيروس كورونا ورحلة العلاج، كما أنه قدم وصفات سحرية لعلاج ضيق التنفس يلي بيعاني منه المصاب بفيروس كورونا واللي هو عانى منه شخصياً، واللي ساعدته بحد كبير على محاربة الفيروس والتخفيف من آلامه. لنتابع. كورونا وكيف انصبت فيه أنا وكيف طبت منه، شو كانت أعراضه وشو مخافه وشو مخاطره. هلأ أنا انصبت بمرض من شي 10 أيام. أول يوم انصبت فيه كان في معي شوية حرارة وسعلة ناشفة، بتحس هيك بحلقك من هون، هيك بدأ معي بأول يوم. تاني يوم صار في معي حرارة كتير، حرارتي كتير ارتفعت والسعلة صارت أنشف وبلغم بحلقي كتير، بعيق التنفس، بتحس هون هيك شي ماسكك من هون بعزبة كتير. تالت يوم كان أصعب يوم علي، نزل على صدري، ولما ينزل على صدرك هون بتصير يعني لما تسعل بتقعد تعمل بتجي ترجع تسحب النفس. المشكلة إنه منخارك مسكر وبلعومك هون تحسه هيك في بلغم كتير، ما عاد تحسن تبلع حلقك، ما عاد تحسن تبلع ريقك، بقى بتتعذب كتير لتتنفس. أنا كشخص صحته منيحة يعني قدرت حارب المرض، بس فعلا هو أول نهار الثالث بالتحديد، نهار الثالث والرابع كانوا كتير 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 صعبين. شو الأدوية اللي أخدتها؟ المشكلة هون ما قالونا إنه ما لازم ناخد، لحنا كأشخاص صحته منيحة ما لازم ناخد أدوية، ولازم بس ناخد باراسيتامول لما يكون الحرارة كثير مرتفعة. أخدت الباراسيتامول نزل لي حرارتي شوي. بهالمرض تقريبا أغلب العلاج تبعه هو علاج منزلي. أنا حسيته البابونج والشاي الأخضر، بقى صرت أشرب تقريبا كل نص ساعة ولا كل ساعة شاي أخضر ولا بابونج، أي شيء سخن. أي العلاج اللي بنعرفه إحنا مثل ما أمي وأمك بتقلنا تبع شراب بابونا جاي الخلطة السحرية. أما في مصر متابعينا، فتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل مصري يؤذن لصلاة الفجر بشرفة منزله بعد إغلاق المساجد في البلاد. لحقق الفيديو نسبة متابعة عالية جدا خلال الساعات الماضية. لنتابع. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أيضا من ضمن مقاطع الفيديو الأكثر تداولا، هو رصدت كاميرات المراقبة في أحد الشوارع في بولندا حادث سير مروع، حيث أظهر المقطع المتداول ارتطام سيارة بدوار وبسرعة هائلة جدا جعلها أن تطير في السماء بمشهد يحبس الأنفاس. لنتابع هالفيديو. شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس حادثة هروب رجل مصاب بكورونا من سيارة الإسعاف اللي كانت عم تنقله لأحد المستشفيات في العاصمة الأرجنتينية،
تداول رواد مواقع التواصل نسخة من تسجيل كاميرات المراقبة بالطريق يلي رصدت الشاب من لحظة هروبه إلى لحظة إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة يلي استطاعت أنه تحدد موقعه من خلال هاتفه المحمول. لنتابع. دقيقة واحدة شرح مقطع فيديو للرسوم المتحركة واقع اللبنانيين وأوضاعهم المعيشية الصعبة يلي عم بيعيشوها في ظل تفشي فيروس كورونا. لنلاقي موجة تفاعل واسعة وانتشار على المنصات اللبنانية تحديدا بعد ساعات فقط من نشره على منصة الانستغرام من قبل أحد الأشخاص اللي صمم هالفيديو. خلينا نتابع. وبالانتقال إلى آخر أخبار التكنولوجيا، بعتقد هالموضوع الخبر رح يهم كل شخص عم يشاهدنا حاليا. هذا تطبيق زوم للتواصل بين الأفراد بالصوت والصورة وتحديدا الاجتماعات بين الشركات والعاملين فيها، مؤخرا حظي بشعبية كبيرة على مستوى العالم بعد انتشار فيروس كورونا يلي أجبر الكثير من الناس لحتى تشتغل من بيتها. يجد المتسللون في ذلك فرصة لاختراق 500 ألف حساب وبيع بياناته بثمن زهيد جدا على موقع دارك ويب، بعد أن لاحظت شركة الأمن السيبراني تدفق حسابات زوم المعروضة للبيع على منتدى الهاكرز في 1 من أبريل الماضي، وتم عرض بعضها للبيع بأقل من 0.00 دولار، في حين عرض البعض الآخر البيانات بالمجان. وتضمنت البيانات المسروقة عناوين البريد الإلكتروني وأيضا URL أيضا وبعض كلمات المرور. ولكن مطورو تطبيق زوم علقوا على هاي الحادثة، وقبل ما أقول شو قال المتحدث، هذا شكل من شكل التطبيق اللي هو طبعا تطبيق زوم بيعملوا عليه اجتماعات حول العالم. شو قال المتحدث الرسمي باسم زوم على هذه الحادثة؟ قال من الشائع أن يتم استهداف خدمات الويب اللي بتخدم المستهلكين من خلال هذا النوع من النشاط، واللي بيتضمن عادة مجهات أو جهات فاعلة سيئة بتختبر أعداد كبيرة من بيانات الاعتماد المخترقة بالفعل من منصات أخرى لمعرفة ما إذا كان المستخدمون قد أعادوا استخدامها في مكان آخر. وأضاف أيضا أنه لا يؤثر هذا النوع من الهجمات بشكل عام على عملاء المؤسسات الكبيرة، يعني هن بيستخدموا أنظمة تسجيل الدخول الفردية الخاصة فيهم. وقال أيضا أنه نحن استأجرنا بالفعل العديد من الشركات الأمنية للعثور على كلمة المرور والأدوات المستخدمة في إنشاءها، فيما أكدت زوم أنه رح يواصلوا التحقيق بشأن الحادثة وسيعملون على إغلاق الحسابات اللي تم اختراقها بالفعل، كما أن طالبت المستخدمين بتغيير كلمات المرور بشيء أكثر أمانا، وأنهم حاليا عم يشتغلوا على تطوير تقنية جديدة لحماية بيانات المستخدمين. المشكلة مو هون، المشكلة أنه أنا مبارح
نقلكم هالقصة الطريفة لما ننتقل لموضوعنا الآخر. أنا مبارح كنت عاملة شوية دردشة مع أصدقائي موجودين ببلاد تانية، فالله يستر ما يكونوا كمان بياناتي انسرقوا. فلما شفت الخبر وعرضت عليكم أنا انصدمت قبل ما أنتوا تنصدموا حاليا. خلينا ننتقل أيضا هلأ لا طبعا موضوع آخر بالتكنولوجيا. أيضا أعلنت شركة أبل عن إطلاق هاتفها الجديد آيفون SE، والذي يعتبر الأصغر والأرخص سعراً منذ إطلاق أول هواتف آيفون. معروف هواتف آيفون أنه هي سعرها غالي من أول ما بتنزل على السوق وما بترخص بسرعة، على حسب يعني على عكس الهواتف الأخرى. ولكن اللي بيتميز بهذا الهاتف الجديد هو بشاشة ريتينا بمقاس 4.7 HD بوصة، كما أنه مزود بشريحة A13 بيونيك اللي بتوفر أداء عالي للجهاز، ومزود أيضا بكاميرا 12 ميجا بكسل. رح يتوفر الهاتف وهو الشكل الجديد اللي ما شايفين عنا على السكرين، خلونا نشوف. طيب الشكل الجديد للهاتف أيضا رح يتوفر بالأسواق الإلكترونية ابتداء من 17 أبريل، وبسعر لا يتجاوز 399 دولار أمريكي وفق ما نقل موقع صحيفة الجارديان. وأيضا هلأ خلونا ننتقل رياضيا وشوفي عنا أخبار رياضة. بعد هذا الخبر هو خبر مفرح وشوي خلينا هيك نحس بأمل. في 13 من مارس تذكروا أنه أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إصابة أول لاعب في ناديه بفيروس كورونا، هو المدافع روجاني. وبعد أيام قليلة أصيب لاعب الفرنسي أيضا بلايز ماتيودي بفيروس كورونا أيضا، لتبدأ سلسلة الإصابات أطال اللاعبين الدوليين بعد اختلاط كريستيانو رونالدو بأحد اللاعبين المصابين بيوفنتوس ومخالطته لفريق ريال مدريد، وريال مدريد أيضا خالطوا فريق برشلونة وهلم جر. لا يعلن مؤخرا نادي يوفنتوس ببيان رسمي عن شفاء كل من دانيال روجاني وبلايز ماتويدي، الخبر اللي أعطى بارقة أمل لدى بقية اللاعبين المصابين والأندية يلي تفاعلوا مع الخبر بشكل واسع جدا. وإن شاء الله عن قريب نسمع خبر كل شخص طبعا، وأخبار جيدة وجميلة عن شفاء الأشخاص اللي هن انصابوا بفيروس كورونا وبيرجعوا لبين أهلهم وبين أصدقائهم وإلى عملهم من جديد. خلونا هلا مشاهدينا نروح ونشوف أهم الهاشتاج المتداولة على منصات التواصل. والهاشتاج الأول اليوم مجموعة من الأشخاص وأشخاص كتير وناشطين عبر منصات التواصل أطلقوا مجموعة من الهاشتاج. خلونا نشوف أول هاشتاج معنا لليوم. الهاشتاج الأول هو هاشتاج الخميس الونيس. وين الهاشتاج؟ خلونا نشوف. طيب هاشتاج الخميس الونيس هو ترند حاليا. كنا من زمان نقول هلا بالخميس لما يكون يوم خميس، وخاصة انه اليوم الخميس وما نصدق امتى نحن نطلع من الشغل او يصير وقت الطلعة لنطلع مع اصدقائنا وناخذ نشم هواء شوي، ولكن هلا بهالظروف قاعدين بالبيت. فرواد مواقع التواصل الاجتماعي اطلقوا هاشتاج الخميس الونيس لحتى يرجعوا يتذكروا ذكريات قبل كم شهر لما كانوا يطلعوا من البيت وما يرجعوا لاخر الليل. اما ايضا الهاشتاج الاخر المتداول هو امن بالبيت. الهاشتاج متصدر منصات التواصل العالميه وتحديدا العربيه، واطلقوا مجموعه من الناشطين عن منصات التواصل لحتى يقولوا انه انت ببيتك امن وبين اهلك بعيدا عن مخالطه الاشخاص لحتى ما تنقل فيروس كورونا للاشخاص القريبين منك. اما ايضا هاشتاج اخر فهو كان كلهم يعني كلهم، اطلع ناشطون لبنانيون وسم كلهم يعني كلهم موجهين انتقادات لازعه بحق السياسيين اللبنانيين في ظل ازمه كورونا. اما اخيرا فهو عندنا هاشتاج كاي تايجر كينج. بعد النجاح الكبير اللي حققه المسلسل الوثائقي تايجر كينج على منصة نتفليكس، اجتاحت حمى جو اكزوتيك وهو شخص معروف بقصة شعر غريبة جدا، وهي الشخصية الأساسية كانت في العمل، ولكن هالشي دعا الأشخاص اللي تابعوا المسلسل أو السلسلة الوثائقية إلى إطلاق طبعا تحدي جديد على الانترنت لحتى يتشبهوا فيه، وخاصة أن الأشخاص اللي قاعدين بالبيت وعم بيقصوا يعني شعره لبعض ويعملوا قصات غريبة جدا في ظل فيروس كورونا. مشاهدينا أخبارنا لليوم هي كانت على أهم الأخبار المتداولة على منصات التواصل، ولكن قبل ما ننهي حلقتنا وودعكم رح أترككم مع أغنية يوما ما بصوت ممرضة من داخل مركز لمعالجة مصابي فيروس كورونا، وهي غير أنه هي بتمارس التمريض إلا أنه تمتلك بحة وصوت رائع جدا. لنتابع. على رغم الجو المسا
اسوق تبع الظرف المرهون مطرح ما عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما بكره بيخلص هالكابوس بدل الشمس